فالحقيقة يا بخت اللي آمن بالمسيح. يعني إذا أردنا البركة الحاضرة والأبدية علينا أن نؤمن بالمسيح، نؤمن بأنه هو الله. إن لم تؤمنوا أني أنا هو تموتون في خطاياكم، وأيضا أنا هو الطريق والحق والحياة. لاحظ حضرتك ألف لام التعريف، الطريق وليس طريق، يعني مش كل الطرق تودي. أنا هو الحق مش حق، أنا هو الحياة. ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. فمن يريد البركة هنا وهناك إلى أبد الآبدين، الطريق سهل جدا. فأنا مش محتاج أني أبني جسر وأوصل لله، لأنه يستحيل. لكن الله في حبه تنازل ووصل إلي، وصل إلى كل إنسان، وهو يريد أن يخلص جميع الناس، يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. وطبعا هذا هو تفوق المسيح عن الأنبياء. صحيح. إن المسيح هو المخلص والوحيد اللي متخصص في هذا الموضوع، هو يسوع المسيح في موضوع الخلاص.